السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سالم سعد. اليوم سوف نتعلم أساسيات عمل نظام لينكس بتكملة الحلقة التاسعة. طريقة تنزيل لعبة، وهي لعبة بسيطة، لعبة سنيك. سنيك فور الباكج هي الحزمة، اسم الحزمة سنيك فور. نقوم بفتح التيرمينال أو سطر العوامة، وثم نقوم بكتابة سودو IPT، نقوم بكتابة انستال، وبعدها انتر، وبعدها نقوم بإدخال الكلمة السر أو الباسورد. بعد أن قمنا بإدخال الباسورد يقوم بتنزيل اللعبة وتنزيل الحزمة. الآن ننتظر إلى أن تكمل. الآن كما نشاهد قام بإتمام عملية التنزيل. هنا نقوم بعمل كلير تضح نقول كلير، وثم نقوم بكتابة اسم اللعبة أو اسم الحزمة سنيك فور. فقط عند النقر على انتر تقوم بالبدء أو بفتح اللعبة. هنا لدينا مستويات الواحد واثنين أيضا، وهنا اللعبة تستطيع اللعبة في المؤشر، وهنا أيضا نستطيع من العثور عليها في جزء أبليكيشن. هنا نقوم بالكتابة كما تشاهدون سنيك فور. وهذا كان فيديو اليوم، أتمنى بأن استمتعتوا في هذا الفيديو. نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله.